مغلقه، وكانوا بزاف ديال الناس على برا، هو دار هذا الفيديو. هي صراحه حاجه وحده اللي مخليني نرجع للمغرب. البلدي سربي قنينو فيت في كنجي كندير بروباغندا في مطلة قلبنا جزيلة كاملة خبر رابا تشيلا طلة بغينا غنطيرو نطيرو غبرو لا فامي لا عندك تحبو اللي كيبقى بوحدو في الدار راه كيولي معقد نو بالعكس راه كينشط كيلقى مزيكا كيلقى راسو بوحدو كيدير شحال من حاجة فانتاستيك. يو السلام عليكم الصماي هانيين بخير كلشي مزيان. المهم اليوم البارتية الثانية على إل غراندي توتو في القصة غادي نكملو كيف ما عقلت. شوف اخر مره شنو قلت، تحولت القضيه في عام 2022 للاسوء. داكشي علاش غادي نديرو بارتي الثانيه، وما عرفتش انا علاش كنغوت في هذا الفيديو بزاف. درت واحد الكومونتير باش تزيد تسيبورتيني كثر، ولا عجبك هذا الفيديو بارطاجيه مع صحابك وليت سكو نشوفوا شنو عندنا اليوم. اوكي دابا غندخلوا لواحد المواضيع اللي صراحه انا ما كنحمس ندخل ليهم حتى شي بعيد عليا، غير كنبغي نشرح لكم القصة فين خليناها وشنو غادي يوقع من بعد. هذا اللي غادي تشوفوه دابا واحد الوزير ياك كاين في البرلمان، حتى هو كان وقع بيناتهم واحد النقاش هو وطوطو. غادي نخليكم مع هذا الفيديو باش تفهموا السيد شنو غادي يقول، ومن بعد غادي نمشيو ننتقلوا للمول الحفله اللي كيرونا غراندي طوطو. غادي نبين لكم هذا الفيديو باش تشوفوا حقيقه مغربيه طوطو، لان هو كنشرو ستوريه كنشرها غير باش نوضحكم في الصوره قبل ما ننشر الفيديو. هذا كنصوروه هو كان في واحد الدوله افريقيه في الوقيته ديال الكونفينمون مغلقه، وكانوا بزاف ديال الناس على برا، هو دار هذا الفيديو. هي صراحه حاجه وحده اللي مخليني نرجع للمغرب. البلدي ها هو المغربي كما كيسمى راسو حتى مغربيت ديالو، حاجه وحده اللي خلاته يرجع للمغرب، حاجه وحده اللي كتبرر الارتباط ديالو بهاد البلاد البلدي. مهم البلان هو انه في هذوك الايام تاع 2020 كنبغي نذكر هاد السميه على حسب يوتيوب باش ما يتقمنيش، كان شي واحد تما محبوسين باغيين يدخلوا على قبل ولادهم بناتهم كداس اللي سامح في خدمته، وطوطو جاي باغي يدخل المغرب على قبل حاجه وحده. البلدي من بعد هذا الفيديو راه كانوا وقعوا بزاف ديال البلانات. المهم ومنهم هذا الفيديو هذا اللي كان خرج زعما كاينه وقال لهم يكمل الحشيش راه عادي انا نوريه لكم. انا عندي الدراري في ليكيب ديالي هما وراك تقدروا تشوفوهم، مع واحد الدري تبارك الله كبر على خاطرو خابو تشوفوه مزيان تما 50 5 سنين ياك 5 سنين هو معايا في ليكيب، 5 سنين كيما قدامو الحشيش شربت زعما ما خليتش ما درتش قدامو لا جامي غيان في بريسيز. عاوتاني كنعاود نقولها كان كيميو الحشيش ومن بعد فريمون زعما واش كنجيبو من منين كنجي زعما جيبوها من الدور عرفت زعما الحشيش زعما راه ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين فين كاين المنبع ديال الحشيش زعما معروف عالميا وبنادم من العالم كيجي هنا باش يكمي الحشيش والحشيش عادي. المهم كيف ما شفتو في هذا الفيديو قال لك عطاه هو اكزامبل هذاك السيد اللي كاين معاه في الايكيب 50 وزياده وكيكمي قدامه وكيصرف قدامه، قال لك زعما هو يمكن انفلوي ما كي انفلوينسيس متي انفلوين هو قال لك زعما ماشي انفلونسور ديال زعما راه غتشوفوا غتقلدوا هذا، هو قال لك زعما كاين انفلويك في الحاجه ديال الفن الراب شي حاجه بحال هكا. وعطى اكزامبل بهذاك السيد اللي 5 سنين ولا اكثر هو تيكمي قدامه وتشرب قدامه وهو باقي زعما كاين ما دار حتى شي حاجه، يعني داك الدري ما دار حتى شي حاجه واخا كيشوف طاطو كيدير داك الشيء كامل، وقال لهم انا اصلا كنجيب داك الشيء مالي كنسافر راه في كتيما، يعني كي كنا وتصداع حتى هو في هذا المؤتمر. ولكن البلان هو ان الصحافه راه كيقلبوا على هذا الشيء، علاش هو اصلا ديبار معيطي لي باش غيجاوبوا على الفن ديالو وعلى موسيقته اللي غايديرها باش يديروا معاه على قبل هذا البلان وغاتنوض ثاني الصداع والحشيش عادي. بعد هذا الشيء كامل هو كان خرج واحد الديسك اللي قال لك كان داروا شحال هذه، يعني غير جا صدفه مع هذا البرلمان وهذا المؤتمر الصحفي اللي جاء فاش خرج هذا الديسك هذا، حيت شحال من واحد صحابو واش خرجوا على قبل زعما باش يكلاسي هادو اللي منوض معاهم الصداع دابا. دابا باقي كاين تقولي ستيلوات في عيني
ديك لي بغيت فوق تاع سيلوات لو فيز لا فاليز و تشي بيروات ميوزيك بعنوان سيلوات. سيلوات كان كيسحب ليا في الاول سماها سيلوات ولكن سيلوات ديجا هو اصلا قايلها في الديسك وسيلوات قايلها حتى هي في الديسك. الفرنسي معقد واي توتو كتغني بالفرنش واي كتعرفوا كاملين مومو اللي كاين في هيت راديو كنتصادف عنده توتو وحتى الاب ديالو جاو على قبل يعني على قبل توتو باش يقدم لي ديك الديسك اللي قلت لكم تاع سميتو سيلوات وشي حاجه شي كيسيون غادي يسولوهم هذيك الحلقه راه دابا نخليها لكم في الديسكريبشن اللي بغى يتفرج فيها. دابا البلا اللي بغيت نجبد لكم هو انه مومو بغى يصالح ما بين هذاك الوزير ومع توتو. توتو فاش اصلا صون عليه وسمع صوته ما عجبوش الحال ما دواش كاع ما دواشنا يرتنك طالب هذيك بنادم تيقول حيد الكاسك بعدا كان ندير الكاسك حيد الكاسك وقال هذا مال ولات معيط لي على تخونات فهمتي من وجهه غادي تعرف الرياكشن ديالو فاش كان كيفكر. ما عرفتش واش غادي يجاوبني ما غاديش يجاوبني واش هذا. مرحبا تيجيني دابا حنا راه في البرنامج باقي في البرنامج سي با فري جو با ستودي اون ديريكت كوم سا سي كلير فهمتي كوم سا تي تو كو حبيبي ايكوت اخويا يا توتو كيلا معايا في الاستوديو دابا دابا انا معايا لكم التليفون ديالي وي شوف اسمعني ايكوت ما بيا شوف انا انت عزيز عليا بزاف كنحتارمك بزاف وهذا الولد هذا تا هو عزيز عليا بزاف شوف انا ما كندخلش في القانون القانون خصو ياخذ المسار ديالو المسائل ديالو انا نقول واحد القضيه بكل صراحه تيجيني شي نهار اللي دار ديك ستوري والله تعيطت عليه ياك وقلت ليه شوف قلت ليه ما يمكنش ليك انت قلت لك ياك قلت لك ما يمكنش انت تقول لي بغيتي هو ما يقولش لي بغا جزاك الله خير الا كان عندك شي حاجه ما تقدر ديرها وهاد الولد هذا راه فهم مزيان الله يجزاك بالخير هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لو 360 اي هي 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 فرنش 360 المهم هذيك القناه تاع 360 كانت جاب توتو مع المحامي ديالو وبان على اساس انه كيعتذر ولكن هو قال كنعتذر على الناس اللي ما فهمونيش باقي ما انسيستي على هذه الفكره الناس اللي ما فهموهش يعني ما اعتذرت على داك الشيء اللي دار هو ولا هذيك المعيول كيدير ستوريات لشي بلانز وكان نو ما فهمونيش الناس الله يكون زيد شي شويه قاصح شي بزاف كاع اي بي فهمتيني زعما سبا حنا زعما البوبليك الحمد لله زعما انا جون بوبليك اللي فاهم فهمتيني شنو واقع اللي حنا موسيقى ما كنديروش بها شي حاجه خايبه ولا كنديرو موسيقى اون في الله وهادشي نكملو فيه ومازال غنعاودو مازال نبقاو كنطلعو سور سين مازال نبقاو نديرو لي كونسير مازال نبقاو خدامين على الموسيقى ومازال مثلا مثل الفن المغربي والراب المغربي كاين جينيريشن صغيره والكبيره يعني راه ما غاديش يتفاهموا اصلا فهمتي نعطيكم اكزامبل بيا انا نيت واحد السيد كان شافني داير هادي باندا قال لي علاش دايره واش انت داخل البار فهمتي يعني كاينين جينيريشن اللي ما غيفهموش لك هاد السيد وكاين شي وحدين اخرين اللي غير من الشوفه غتعرفهم بانهم راه صافي راه فاهمين داك الشيء ديجا عارفين حتى هما كيلبسوا بحالهم ايوا كل واحد منا ذوق عاوتاني وقع بلان اخر الا بقيتوا عاقلين على الشوكيس اللي كان وقع في البولفار هذا البولفار حتى هو كيجبد غير الصداع بزاف ديال الناس تما كاين ماتوا بزاف ديال الناس تشفر لهم التليفونات اللي كان هز معاه من الضايه اللي كان هز معاه بزاف ديال الحوايج اللي خايبين وقعوا تما انا بعدا مهني راسي الحمد لله ما كانش لا شوكيس لا تيلانات لا مع الترا بيسان دلوف مع هذيك الدرجه اللي كانت حاليا واقعه كان هو تا هو عنده واحد الشوكيس في البولفار وناض واحد الفيلم اخر يعني بدا كيغني هكا وقال لك هو دولي بران وموتشو هادو بجوج بهم من غيره هو كيجمعوا لاسين في البولفار اللي كان بوحدو ولا كيجيب معاه شي 60000 واحد ولا مع ساكيلا كانوا دابا هما بثلاثه واقفين في نفس السين كما كاينش غير بوحدي داك النهار راه كاين مورفين وكاين موتشو كاين دولي برا دولي برا بوحدو معمر جمع الدويات داك النهار مورفين الله لا جمع الدويات انا اصلا ما كملتش الكونسير ديالي ما كملتيش جات فيها حجره هبط جات فيها كره ديال البيسبول كره ديال الجولف هي باقا عندي تصويره كاع خونا اللي شيره كينيش وكينيش ما يمكنش فين هي ورينا اخويا هاد الكره هذيك هي اللي ضربت طوطو موجه كامله اللي كانت طاريه
كتعرف بلي داكشي غيوقع كامل غنتحط انا في انا باين طوطو وليدي هذاك الفيلم كامل بحال انا اللي بحال انا كنفرق الفانيت في الدخل كان جا كنطيحك من الضايا دخل انت للتريبيون كتعصى دخل لي ما فهمتش فهمتي دونك انا داك النهار عرفت بلي الفيلم غيدور عليا انا وفينا بغيت ولا كرهت غدور عليا غدور عليا بالنسبه لهذا البلان هو قال بان الفيلم كامل غادي يعرف راسو عرف راسو انه داير عليه هو حيت هادشي اللي وقع راه بزاف. المهم من بعد هادشي كامل كان مشى لاسبانيا دار واحد شوكيس في شي بواط يمكن في مدريد وعلقوا ليه الفلوس. والمصيبه هو انه الراب ولا شي واحد كيرابي اون جينيرال راه مازالت غادي تعلق ليه هو راه ماشي شيخه ماشي بحال داك الناس الشعبيين كيديروا الدياسك بحال العلاسات ولا شي غيطون نو الراب شي حاجه مختلفه على هذاك الشيء ما تقولش يا واحد نطايف من الكامل ومخاري مع هذاك في الزناقي كابر كبره ماشي كبره كابر وعايش عيشه ماشي تلهيف حومتو هذه وغادي تعلق ليه وغايقول لك ار راه امبوسيبل كان شي حاجه ما هيش راه داكشي علاش دار هذا البلان هذا اللي غتشوفوه معايا حاليا في الفيديو. المهم هو ما رضاش بالبلان اللي وقع بحال هكا شي حاجه اللي ماشي حتى اللي عير هذاك اللي لاح عليه فلوس في دارو والسيكوريتي وديك الشيء كان غيخدمو مازال الموسيقى وقال لي وقف صافي حيد. المهم كان غنى غير مازال هاد الديسك هذا فينالمون ومشى. هو حتى لهنا خوت غادي نكون وصلنا لنهاية تاع هاد الفيديو. إذا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب شي كومونت زوين بحالكم باش نزيد مازال نقدم لكم دي فيديوز على قصص وأي حاجة بغيتوها مرحبا يلاه تهلاو فراسكم بيس أوت.